وأناشد مدير صحة البصرة أن يهتم في قضاء الدير ريد جهاز فحص لمرض كورونا لا كمامات لا شفوف لا اي شيء. هاي العالم جاي تجي كل شيء ماكو تجي اللي هنا المركز قضاء الدير كل شيء ما بي حتى كادر صحي ما بي. هسه صار مرخصتك ابو علي صارت عندنا هنا يقولون اكو حالتين ثلاثه مشتبه بيهم ياخذونهم للتعليمي وياخذونهم للعسكري وياخذونهم للفيحة. لا عندنا اكو جهاز هنا فحصوهم وكملوهم وطلعوهم بسلامه ياخذونهم باسعاف للبصره بعد 50 كيلو او 60 كيلو فالشوارع كلها مقطعه. احنا الناشد الاستاذ عباس مدير صحه البصره ان يهتم في مستشفى قضاء الدير باسرع وقت. ترى اخواني هاي الشغله عظمى لا تستهانون بيها اخواني الاعزاء. تعالوا اخواني المواطنين تعالوا تكلموا هذا على مود يروح للصحه وهاي يجيبوننا جهازنا ويجيبوننا جهاز كمامات ويجيبوننا شباب. شو تناشدون مدير الصحه البصره استاذ عباس عمي ماكو ملتزمات طبيه ماكو ملتزمات طبيه ماكو.